أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبدأ من الشأن المحلي، حيث أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 191 من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق تصل إلى 91 يوما، تبدأ في 22 من مارس 2017 إلى 21 من يونيو 2017. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.23% مساوي للإصدار السابق بتاريخ 22 من فبراير 2017، علما بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 169%. في خبر آخر، أعلن التمكين عن عقد شراكة مع شركة مايكروسوفت البحرين، وذلك بهدف تقديم أعمال تدريب واعتماد مهمة لقادة مستقبل المملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وانطلاقا من الشراكة الجديدة، نظم التمكين ومايكروسوفت جلسة تعريفية لتعريف الشباب البحريني على آخر مستجدات برامج التطوير والشهادات الاحترافية الجديدة في تقنية المعلومات. ويستهدف مشروعي فرصتي تمكين الشباب البحريني لاستيفاء احتياجات العمالة التقنية الوطنية في كل من القطاعين الخاص والعام، وكذلك تشجيعهم على ريادة الأعمال. ويمثل برنامج فرصتي جزءا من التزام مايكروسوفت المستمر تجاه البحرين بالتعاون مع تمكين لتأهيل المزيد من الكفاءات الوطنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. الشهادة تم دراستها بعناية لطرحها في باقة التمكين للشهادات الاحترافية، وأيضا هناك برامج أو شهادات أو برامج تدريبية أخرى تم طرحها في باقة التمكين للمهارات الأساسية. فهذه هما النوعين الموجودين حاليا من البرامج التدريبية والشهادات. ويعني احنا بدينا مع مايكروسوفت من فترة سابقة، من 2011 كانت بعض البرامج او بعض البرامج التدريبية موجودة، ولكن تم تحديثها الآن. برنامج فرصتي هو برنامج طموح الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. يهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب 1500 شباب بحريني، وذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات. هذا البرنامج سوف يكون كذلك برنامج إشهاد على مايكروسوفت، وذلك وفقا للمعايير الدولية. وطبعا مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ عبد المنعم الشيخ، مدير أول برامج الأفراد في تمكين. مرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية. طبعا في البداية أستاذ، هل لك أن تطلعنا على سبب تركيز تمكين على تأهيل الكفاءات الوطنية خاصة في قطاع تقنية المعلومات وفي هذا التوقيت بالذات؟ شكرا على الاستضافة، وإحنا سعداء جدا بالتوقيع مع مايكروسوفت. نعم. في 6 شهادات جديدة في مجال تقنية المعلومات، بحيث أنها تنضم إلى برامج تمكين للشهادات الاحترافية والمهارات الأساسية. هاي البرنامج اللي بدأ من 7 سنوات وحقق أعداد كبيرة. نعم. وطبعا مجال تقنية المعلومات وشبكات الاتصال والبرمجة تتربع على عرش برنامج تمكين للشهادات الاحترافية والمهارات الأساسية. الشهادات اللي تم توقيعها مع مايكروسوفت تستهدف طبعا خريجين الباحثين، خريجين الاي تي والباحثين عن عمل، وتستهدف مجالات حيوية في مجال تقنية المعلومات. طبعا هناك أثر كبير متوقع من التدرب في هذه البرامج. هناك على الأقل 15% في المعدل على تكون نسبة الزيادة في التوظيف مع السيرتيفيكيشن، مع وجود هذه الشهادة. طبعا هناك عائد متوقع بالنسبة حق صاحب العمل، حق رفع الإنتاجية في مجال السيرفرات، في مجال الخوادم الإلكترونية وقواعد البيانات. وهناك من دراسات بعد مشابهة قرابة 20% زيادة في الإنتاجية.
فهذه البرامج راح تكون نقلة نوعية في برامج الشهادات المعتمدة من قبل مايكروسوفت. نعم بكل تأكيد. طبعاً ذكرت أستاذ أن راح تستفيد العديد من القطاعات. في البداية ما هي نسبة أو توقعاتكم للإقبال لهذه الشهادات المختصة في تقنية المعلومات، وما هي القطاعات اللي راح تخدمها إن شاء الله هذه الشهادات الاحترافية؟ طبعاً هاي الشهادات الاحترافية مثل ما أسلفت أنها راح تكون في مجال شبكات المعلومات والبرمجة. نعم. راح تضم عدة مسارات مثل الكلاود بلاتفورم انفراستراكشر اللي ممكن توظف مجموعة من الخريجين إن شاء الله في مجال مراكز المعلومات اللي هي الداتا سنتر، أو في مجال البرودكتيفيتي في مجال الإنتاجية، أو في مجال الداتا أناليتكس إضافة إلى مجالات شبيهة. نعم بكل تأكيد. ما هي طبعا خطة تمكين لعام 2017 فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة لتطوير طبعا المزيد من الكوادر البحرينية؟ طبعا احنا في 2017 تكون هذه السنة الثالثة من الاستراتيجية الحالية القائمة، استراتيجية 2015-16-17، وهي الاستراتيجية ركزت على عدة أمور من أهمها تجويد الخدمات الموجودة عندنا ورفع نسبة خدمة العملاء، إضافة إلى تحسين جميع الخدمات الموجودة. نعم بكل تأكيد. نتمنى لكم التوفيق طبعا في هذه البرامج، وأنتم سبقون دائما لدعم الشباب البحريني في جميع القطاعات. أستاذ عبد المنعم الشيخ مدير أول برامج الأفراد في تمكين، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا في خبر آخر، تم التوقيع بمبنى وزارة المالية على عدد من الاتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تصل إلى 489 مليون دولار، وذلك يوفر التمويل اللازم لعدد من المشاريع الحيوية في إطار المرحلة الثالثة من المنحة المقدمة من السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار. وقع الاتفاقيات عن الجانب البحريني الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية، وعن الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب. وتجر الإشارة إلى أنه مع التوقيع على هذه الاتفاقيات يكون إجمالي مبالغ التمويل التي تم توفيرها من السعودية للمشاريع التنموية في البحرين حتى الآن قد بلغ 1665 مليار دولار، منها 420 مليون دولار لمشاريع في قطاع الإسكان، و388 مليون دولار للكهرباء والماء، و621 مليون دولار للطرق، و93 مليون دولار للصرف الصحي، و58 مليون دولار للصحة، و85 مليون دولار للتعليم. هذه هي المرحلة الثالثة من اتفاقيات المشاريع، وتشمل المشاريع قطاعات الإسكان، قطاعات الكهرباء، قطاعات الصحة والطرق، وما بمبلغ يتجاوز 489 مليون دولار أمريكي. وهذه الثمانة مشاريع طبعا استكملت الدراسات لها وستنطلق إن شاء الله بعد هذا التوقيع. وفيما يتعلق في المراحل السابقة نفذ العديد من المشاريع في قطاعات معينة، بالذات قطاع التعليم استكملت وجاري التنفيذ لأكثر من 17 مشروع تنموي للمراحل السابقة. الآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.